علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. مرحبا. بسبب ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة وقصر المدة بين فترات التقنين، صار الواحد بهمه يحافظ على بطارية موبايله حتى آخر نقطة. مشان هيك رح أحكي اليوم عن كم شغلة مفيدين توفير استهلاك بطارية الموبايل. في شغلات رح أحكيها كتير بديهية وسهلة، وفي شوية شغلات بدها شوية حركشة بالإعدادات وقراية عني. أول شي هي الشاشة. كتير مهم يكون سطوع الشاشة أو البرايتنس بالحد الأدنى، مع إلغاء التحكم الآلي بالبرايتنس والتحكم فيه يدويا حسب الإضاءة المحيطة. مهم كمان المدة اللي بتطفي بعدها الشاشة إذا ما كان في نشاط تكون أقصر ما يمكن، وكمان تعطيل أي ميزات مثل خلفيات الشاشة المتحركة أو التفاعلية، ويفضل استخدام خلفيات ألوانها غامقة. إلغاء الميزات اللي بتعتمد على ملاحقة وش المستخدم أو إيده أو أي شيء من هالنوع. تنظيم تنبيهات التطبيق وإلغاء التنبيهات غير المهمة، لأنه كل تنبيه أو رسالة أو اتصال بشغل الشاشة. وكمان تعطيل ميزات متابعة النشاط واللياقة بنظام iOS. ومن الشغلات المهمة جدا اطفاء الجهاز او استعمال وضعية الطيران لما تكون تغطية ضعيفة او غير مستقرة مثل طرق السفر، لانه الجهاز بضل عم يدور على تغطية احسن بشكل مستمر. كتير تطبيقات بتضل شغالة بالخلفية، مشان هيك ضروري مراقبة استهلاك البطارية من الاعدادات وملاحظة التطبيقات اللي عم تستهلك نسبة اكبر من اللازم من البطارية، وتسكيرها وقت ما تكون لازمة. من البرامج المشهورة باستهلاكها للبطارية All Share Cast, Watch On وChat On من سامسونج، والفيسبوك والناينجاج والإنستغرام، والألعاب بشكل عام وخاصة اللي بدها مواصفات عالية. القائمة الكاملة موجودة بوصف الحلقة. ومن الممكن كمان تفعيل وضع حفظ البطارية اللي صار متوافر بمعظم أجهزة الأندرويد، وبعض الأجهزة ممكن إعداده أنه يتفعل تلقائيا لما ينزل شحن البطارية عن حد معين. واخيرا استخدام الواي فاي والبلوتوث والجي بي ار اس والجي بي اس والاير بلاي عند الحاجه فقط، واطفائها باقي الاوقات. انتو شو بتعملوا حتى تحافظوا على شحن بطاريات الموبايل؟ اذا عندكم نصايح تانية خبروني بالتعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. وكالعاده روابط كل شيء حكيت عنه اليوم وتفاصيل اضافيه موجوده بوصف الحلقه على الساوند كلاود واليوتيوب، وممكن تتواصلوا معي بالتعليقات او رسائل على صفحتنا على الفيسبوك. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.